بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت، وبرضو المشروب، برضو يعني اقدم لكم ازاي تعملي البودرة وازاي برضو اللي تعملي المشروب، يعني بطريقة سهلة وبسيطة. واتمنى للفيديو حبايبي يعجبكم وتشوفوا برضو معايا الفيديو للاخر. وقبل ما ابدا برضو في المكونات، برضو المكونات دي هتحسبها لكم برضو في صندوق الوصف لو انت حابه ان انت يعني تاخديها سكرين ولا حاجه، فتبقى يعني عشان تبقى سهل عليكي برضو. فهنيجي بقى يا حبايبي نشوف المكونات. البودره معانا هنحتاج لايه؟ هنحتاج لكوبايه سكر بودره، وهنحتاج لنص كوبايه كاكاو خام من غير محلى، وهنحتاج لنص كوبايه لبن بودره، وهنحتاج 2 كيس فانيليا بودره، وهنحتاج لمعلقه كبيره من النشا، وهنحتاج لمعلقه كبيره من الكريم شانتيه بودره. دي كده حبايبي المكونات، مكونات بودره الهوت شوكليت. فدلوقتي بقى ايه، هنيجي للمشروب بقى معانا. نشوف هنحتاج لايه. هنحتاج ل3 معالق صغيره من البودره اللي احنا عملناها، وهنحتاج لكوبايه ميه سخنه او لبن على حسب ما انت عايزه طبعا. هنيجي بقى يا حبايبي يعني مكونات اللي هي البودره كده مع بعضيها. تجيبي طبق غويط وتبداي انت بتقلبي المكونات دي كلها مع بعضيها، وبعد كده هتحتفظي بيها في قلب برطمان، وبعد كده ممكن البرطمان تحتفظي بيه في الثلاجه لوقت الاستخدام، بتاخدي منه في اي وقت وتعملي المشروب. بعد كده العمايل بقى المشروب، هنجيب كوبايه ميه سخنه او لبن او لبن يكون سخن، وبعد كده اهوت، ويفضل لبن يعني، بس انا بحب اللي انا اقول لكم يعني ده او ده ينفع يعني. بعد كده اهوت هتبداي اللي انت هتضيفي بقى عليهم ما 2 معلقه كده او 3 معالق كده من بودره الهوت شوكليت. بعد كده بتقلبيهم بقى مع بعض، ولو احتاج مثلا يعني لو احتاج معاكي سكر عايزه تضيفي يعني تزودي السكر تظبطيه، ممكن برضو اللي انت تضيفي طبعا على حسب الرغبة، على حسب رغبتك. وبس كده حبايبي، دي كده مكونات المشروب كده معايا، يعني سهل، يعني سهل وبسيط. طبعا عشان مكونات البودرة فيها سكر يعني، فالسكر اللي انت بتزوديه ده بيبقى ايه يعني، بتزودي بس على حسب ما انت عايزه يعني، حابه ان انت تزودي ده اختياري يعني. ده كده حبايبي كان الفيديو كده النهاردة، اتمنى اللي يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، ومنتظر اعرف رأيكم كده في الوصفة. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مرة فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد بقدمه في القناة اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.